تربية الحيوانات؟ تتحرك. محاصيل زراعية. خلاص قبلي كريم بطيء مع البيئة التي يعيش. هل هي الرسومات؟ وبدي تجاوبوني على هذا السؤال. احنا عودتنا اليوم نتكلم عن الزراعة. لا، ما الصورة التي تمثل استقرار الإنسان قديما؟ السؤال، ما الصورة التي تمثل استقرار الإنسان قديما؟ طب احنا عارفين انه الزراعة، طب ان هي الصورة اللي بتمثل ناس بتقصد، ناس بتلقب، ناس بتزرع. احكي يا ضحى. من خلال البذور والتي تتساقط على الارض.